دونك قلنا كابادوكيا، انا باش نعطيك مرايه كعب مشيلها وبالحق تصدمها الاخر. انا اول صدمه اللي هي صدمه كبيره ابل البلاد اللي هي ما فيها حتى شيء، حجرتين وامبولتين قلبوا بهم الدنيا بالحق ما فيها شيء، ما كبلاد انا ما عجبتنيش، كل واحد ورايه وكل واحد وذوقه وما عجبتنيش البلاد، معناتها نرجعوا لها البلاد. الوتيل، الوتيل هو كان الصدمه الكبيره الاولى، معناتها الوتيل راهو زهر، معناها ما قسيناهوش رخيص، ما عندي الكابتور ديكران على البوكينغ قداش خلصنا. معناها شوف هو شنو اللي صار، هو ابارامون كابادوكيا بلاد رخيصه على الاخر، معناتها تنجم تمشي الوتيل طياره ويفتقوا 5 اتوال ودرا شنو اقوى ما فما فيها ب 50 اورو ليلتو وب 60، معناتها رخيصه على الاخر كابادوكيا. باغ كونتخ احنا زهرنا المشي جات في العيد الصغير، هي بورتون شاي ما صاحبتي نصحتني وقت اقتروا انا حتى ما عملت سوربريز خزي نهارين كونجي في العيد وكل رانا باش نسافر، وقالت لي صايب عليك من تركيا، راهي تركيا في العيد الصغير ما تتقربش. دونك قلت لكم العيد الصغير هما ابارامون عندهم فاكونس، ما مش كيما احنا نمشيو نرجعوا هكا لاهلنا ونتلموا مع عائلتنا والعباد تروح لبلدانها وكل، هما لي معناها هما يخرجوا في اون فامي ويمشيو الوتله ويمشيو يعملوا فاكونس نتاعهم على رويحه. دونك لي بري كانوا نار، وكانت كابادوكيا فول 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 فول، معناها احنا كي دخلنا بدينا نشوفوا على البوكينغ طلبوا لنا 5 ولا 6 وتله، بورتو هي معبيه بالوتله معناها، دونك افهموا انتوما معبيه وكل شيء. لسويم نار، دونك الوتيل نتاعنا اللي في الايامات العاديه توا سومو 50 اورو ليله، اللي هو قسما بالله ما يستحقش حتى ديورو كف من الفوق، ما لازم تتم ديورو كف باش تبات فيه، ما حاجه ما نجمش نوصف لكم اللي صار فينا، ما نجمش نوصف لكم بي. دونك الوتيل اللي ليلته العاديه 50 اورو على خاطر العيد الصغير والتعبيه اللي صايره في كابادوكيا ليلته ب 100 اورو، واحنا قاسينا ليله ب 100 اورو بي. صدمه بالحق راهو افيك لو فري سونس دو مو صدمه. بي سيدي شنو المشكلة نتاع لوتيل؟ المشكلة نتاع لوتيل الوسخ، دخلنا تصدمنا ان دي جاكوزي ليلة لولا ما تنجمش تحط فيه ديك من الرمل ومن الوسخ، تصوروا انتوما انا ليلة لولا الفرش جبت السشوار مندية تحسوا الدنيا هكا فخايشت مبلولة، ليلة لولا جبت السشوار ونظرف هكا المخدة والملح فما نجمش نرقد فيهم، كارثة. لا سيقوا لا لصف نهار، لا يجيبولك الولوم تاع بابي تواليت يحطوه ويخرجوا بالحق تسخو فيك الوتيل برا نقولو زهر، معناه اي بورتون انا قاسينا على بوكينغ راهو تيل 5 اتوال راهو تيل طياره نوتي مش نورمال على البوكينغ، والموقع نتاعو لاصق معناه في اقوى زوز وتله الحيط في الحيط مع ارتميس ومع استيريا، الوتله ذوكم من اقوى الوتله اللي في كابادوكيا معناه، وكي لقيناهم فول احنا ارتميس مثلا لقيناه فول، انا حبيت على ارتميس وكل نعرف بلوغوز روسية كي غير مشيت له معناه، دونك تفرجت في ليستوري نتاعها ارتميز يفتق، صدقوني انتوما التراس معناه ما تنجمش تقعد فيها من ريحة الخفاف، عرفتو كي ريحة تبدا غافة، التراس كلها زرابي ومخادد وكل، قلت لكم التراس على قد ما المطر تجبد على قد ما هما مخلينا كل مراقم، عرفتوا التراس عربي مراقم ومخادد وديبوف وكل محشيين بالصوف وكل شيء، مخلينهم يترنخوا بالمطر وبعد تضرب فيهم الشمس، ايماجين انتوما ريحة الخفاف كيفاش باش تولي وريحة الصوف كي تضرب فيه الشمس وهو مبلو، حاجة كارثة، نبداو هابطين من البيت صدقوني نبداو نسكروا في خشوماتنا باش نتعداو من هالبلاصة معناها كارثة. عملنا ريكلاماسيون البوكينغ ما جاوبنا حتى حد، حكينا هما معاهم قال لك هذاك الموجود نو سي نورمال وحتى حد ما تشكى وكل شيء، احنا ردونا معناها مانيش نورمال. انا نصبر في حاتم صدقوني سيجور كمل على خاطر كي نقتلو اي كلمه ولا فازه وكل شيء نورمال نعملو كل عادي نبدلو لوتيل معناها الكل، وانا مانيش مساعده ندفع حتى فرانك فك البلاد هذيك مره اخرى معناها سينو البلاد، البلاد بالحق مانيش نفاد لك قلت لكم حجرتين وامبولتين بقلبوا بهم الدنيا معناها بالحق قلبوا بهم الدنيا، انا اللي نجم نقولو شابو با شابو با، وقلبي يوجعني على بلادي كي نشوف بلاصه كيف من هكاك ما فيها شيء، راهو ما فما شيء، لموا العالم العالم مصبوب في هيك الحفره، صدقوني انا ندور لحاتم ونقولو تعرف شنو نتمنى نهز وزاره السياحه نتاع تركيا نجيبها في تونس خل تخدم، والله كيفاش خدموا بليدهم وكيفاش خليو العالم الكل شيره ويشتي باش يمشي، كوسوسوا الكرادينيس البحر الاسود كوسوسوا الكابادوكيا كوسوسوا البودروم كوسوسوا الانتاليب، كل نقبه في بلاده خدمها، كل تركينه في بلاده وصلها للعالم بتصويره ياسر مزيانه. انا نهار مشيت للحمام دو كنديين 3 ساعة زيز هكا امريكان قال لي جايين من امريكا 6 بنات من جورجيا، كقولكم الحمام بالصف بشخص تو باجور جو تمرمدو فكر موليت فهمت ناتور حاشا يا ربي سامحني الدنيا اذواقي، ما انا بالحق تعطيني الفلوس مره اخرى وتقول لي عاود ارجع ما نرجعش يا باشي نمشي ننفض في حويجي هكا عرفتوا هكا الحجر اللي سايب في الرمل هكا سايب في الغبره ولا كيفاش الدنيا مغبره الدنيا فحم مسخه 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 هكا. قلت لك
لكم من الاخر ان رايش في كابادوكيا بلاصه نتاع نهار ومن بعد تستحق نهار ولازمك تمشي لها والدنيا شمس وكل شيء. كنت تحب تركب في المنطاد معناها كان انت ياسر مصر باش تركب في المنطاد. لي بريم تاع لي زكتيفيتي غلي عمري مريت ونحيو في فلوس العبيد معناها بصحتهم مادام العالم الكل تصبح عندهم. دونك الكواد ب 50 يورو تعمل سورتي على الحصان هذيك اش عندهم عاملين حصنا وديكواد ووج موليت والاكتيفيتي الكبيره هي اللي العبيد تجيب باش تركب فك البالون هذيك فك المنطاد ساعة في الصباح في الفجر معناتها لازمك انت تقوم له. احنا نهارين ولانين احنا صايمين دونك انا ما حبيتش نعمل حتى شيء واحنا صايمين. النهارين اللي من بعد احنا معناتها العيد والنهار اللي من بعده فما ريح ومطر دونك سيتي انيولي معناها وكله ابار انه انيولي. انا بالسوم هذيك والله ما نركب فيه المنطاد باش ندخل نشوف الجنة انا من الفوق مستحيل معناها اللي عاملين الراس 250 اورو الراس خاطر العيد ولا خاطر فول معناها يا اخي انا كباش في حد بار قلت لكم الاسوام اللي مش نورمال انيولي على خاطر مطر وريح وكل شيء. دونك لازم تمشي لها بالحق في طنبك السيف كانك مصر انك باش تمشي معناها معناها لازم الطقس يبدا شو راكح ما كانش ما عندك ما ترى فيها وكل كاو كاو. انا ما عجبتنيش حتى نهار انا ما ننصح بها حتى حد الدنيا اذواق انا ما عجبتنيش وبار انها ما عجبتنيش انا قلبي وجعني على بليدي معناها وشابو بال للعبيد اللي خدمت بلدينها واللي من كل نقبه من كل حتى شيء خرجت حاجه فهمت. انا لما هبت الاخره هبت العرس هبت الاخره كي هبت لتونس مشيت للقربص شيت القربس انا قربس نحبها برشا بلاصه نحبها على الاخر عزيزي كان يعدي ربيع كامل في قربس يعدي اكثر من 3 4 شهور دونك تربيت فيها كيف ما نقولوا حتى للعمر نتاع 14 15 دونك تسمى تربيت في قربس. مشيت القربس بكيت في الصنيه وانا راجعه قسما بالله قلبي وجعني كي خلقت من بهبط من الكهرباء خلقت عملت هكا. علاش نحكي لكم فيها انا الحكايه باش تفهموا بلادنا قداش ها متروكه وقداش ولينا مهجورين هجرنا رواحنا وهجرنا والله شيء يوجع القلب. والله قلت لكم خلطت القربس قربس اللي كان يعرفها قبل كان يعرف معناها قداش ها بلاصه ياسر مزيانه. تصوروا هذيك تتخدم كيف ما نعرفينا ويتقد الكياس اللي عنده 15 سنه مسكر معناها يتقد هكا الكياس وتخدم ويتبنيو فيها وتله مزيانين وتتقد هكا وتتخدم لها بوب فهمت كم زين في العالم الكل وتوصل التصويره معناها كما قاعدين يعملوا بلدينهم. في بالك انت تبدا تكون قاعد في المانيا تبدا تعلى هابط في انستغرام تعرضك تصويره سبونسوريزي من باجيت الدوله التركيه نتاع كابادوكيا ومتاع أمبولا ومتاع بالون ومتاع درشنو انت تكون قاعد هوني يخدموا في بلادهم اقوى باجيت سبونسوريزي في العالم نتاع السياحة وهما نتاع تركيا ما خليوش نقبة في بلادهم ما صوروهاش تصويرة مزينة وما وصلوهاش للعالم. تحبوا مسلسلات تعملوا في بوب انا ماني كي نبدا نحكي ما نسكتش غنكمل لكم عاد علاش مشيت القربس. انا يمت العرس حبيت ركبت لي في مخي قلت نعمل حاجه هكا اوريجينال نعملوا مشوه في صينيه واحنا ماشيين القربس بك المناظر المزينه كالبلايص اللي فتقوا ومن بعد نهز البنات نعملوا حمام الحمام العريقه هي هذيك العريقه العربي وتغمال هبط من الجبل حاجه ياسر محليه ومن بعد نروحوا يزينا من الحمامات البيزك ومن الحاجات اللي لعبت كل تعمل فيهم. حبيت عرفت كرعلوش هذيك المشوي وكل حاجه معناها محليها وما راعني خاطر انا مازال في مخي لي سوفونير دونفونس معناها وما راعني. ركبت معايا زوز بنات وقتها معايا البنات ركبتهم معايا على اساس باش نكتشفوا باش نشوف العريقه كيفاش باش نتفاهم انا ونكري هيش ناخذ هيش بالساعه بدرا شنو هذيك في مخي. مشيت لعمليه الاكتشاف ويا ريتني قلبي هكا تعمل صدقوني بلاصه مهجوره ينجموا مثلوا فيها مسلسل ولا فيلم نتاع رعب. قلت لكم ملي خلطنا اللي يعرف قربس من العريقه القديمه معناها مش العريقه الجديده هذيك ملي خلطنا صدقوني طايحه البنيات طايحين تقول ما فماش طل دهن باش يدهنوا الدنيا معناتها وكل الله يهلك الدوله اللي وصلتها هكيكه صدقوني كنت تخدم. عطيتكم اكزامبل خديت اكزامبل نتاع قربس كنت تخدم البلاصه هذيك سليمان اللي هلكولها بحالها يصبوا فيه في الـ في الـ في الواحد معناتها عبيد تطلع من لا شيء. قلت لكم والله حجر الكسكس بالرمل بلاصه بسم الله تجيب الكئيب الهم مصفر على رابع جيه ما فيها ما يطرا باهي من لا شيء طلعوا بلادهم وخدموا ورجال واقفه ومن يبيعوا لك يبيعوا في الهويل المراكب في الريح للمراكب وطلعوا بلادهم وخدموا. احنا قربس اللي يضربوا بها المثل في الشبه وفي الزين متروكه هكاك كياس محفر عنده 15 سنه ترافول توا مكمل والعبيد تسرق وتحط في مكاتبها السراق سراق اي سراق يسرقوا ويحطوا في مكاتبهم ها وبلاد كيف